ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ النهاردة ده فلوج الجيم. عامة انا ما قدرتش اعمل فلوج الصبح، انا كنت تعبان ما قدرتش اعمل فلوج الصبح. فدلوقتي انا اهو بلبس زي ما انتم شايفين اهو الشنطة اهي، دي الشنطة بتاعتي. هننزل يا جماعة دلوقتي هنتمرن احسن تمرينة يوم ظهر مع الشباب علي وعمر، واحد صاحبي كده في الجريد 12 في المدرسة كده اسمه فارس. فاحنا دلوقتي هنزل اتمرن وهلعب ديد ليفت النهاردة، وهوريكم بقى كليبات حلوة كده في التمرين. وانا مع الرجالة مع الرجالة ده منظر يا جماعة. علي صاحب اليوتيوب شانل اهو علي اهو، اقسم بالله. وانا الولد بتاع التاكسي اللي كنت قاعد متخزق بعيد علي عمر ومصطفى. مش يا جدعان، احنا بنلعب جيب اهو، بنلعب الدنيا يوم ظهر، فالدنيا حلوه. ولسه طبعا لعب ديد ليفت زي ما انتم شايفين، المنظر طبعا على صاحب بيلعب ويت فلوس. لسه لعب رجاله ايه؟ عادي خلص يا جماعه. احنا حابين نبارك ابن سموحه. بصوا يا جماعه، ده علشان ال 74 سبسكرايبر. لا انا عايز الفاكر انا الو ده بجد ولا لا؟ لا عندي راجل ده. حلو الكلام يا جماعه، لموا نفسكم بقى. والله واحد جاي دلوقتي ترون ام الشيخ مين كان بيعمل تاكوندو؟ بص حرف عليك من فوق الناصر. تعالى هنا، تعالى هنا. لا كريم ملوش دعوه كده. لا ده اخري حرفيا. بص ده اخري يا جماعه، وده فلوج اليوم زي ما انتم شايفين. فلوج امبارح كان جامد جدا، وعايز اقول لكم كان قد ايه ممتع وحلو جدا. بس يا جماعه شكرا، اتمنى ان انتم تعملوا لايك وسبسكرايب. انا بس عشان ده اول فيديو انزله، فالواحد لسه مش متعود على الايديتس، فهتعود عليهم تاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني. وان شاء الله اشوف الشكر بخير.